بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. عصبي مع الغير أو عصبي مع الغير تنها خوشكا وقتك مثلا مردوكا تنياك چي هيا بإضافة خوشك إذا خوشك باوكيا باوكوداكي أو خوشك باوكيا باوكوداكي لقل أو كتا أبيب عصبك بيلنا عصبي مع الغير. ولا عصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة أو الأخت من الأب أو دوي كيلو دواني مع البنت أو بنت الإبن لقلك جاء لقلك شي كردة. فإذا ترك الميت بنتين يعني أجر مردوك دوك جبجي بيالي وأختا لقل خشكك كشقيقة إسا يا مثلا شقيقة نبيو لي أبي ورثت البنتان ثلثين بالفرض أو دوك شك دوسوم أبان بفرزك كما سبق. وأخذت الأخت الشقيقة أو لأب أخت الشقيقة كيا لأبك ورأجرئ الثلث الباقية أو ثلثي كما تقول بالتعصيب. ومثل هذا الأخوات الشقيقات أو لأب هروق أم حالة وايا وقم مسألة أو خش شندين خشكي شقيقة يا شندين خشكي لأب مع بنت الابن أو بنات الابن سأل قال بنت ابن ابن يا لقال بنات ابن ابن. ودليل هذا التعصيبي دليل يعني تعصيبي عصبه أو مثلا سنية ويكسو وما مينيتو لدوسو وما يكسو وما وتو إذا ممكن زيادة لا يكسو مجمع بيتو شن ممكن كابرات هني أكشي كيبين أو خشكي ما هو خشكة أو نيو دمير جاء نيو بي يكسو وما بي هرشان ما بي هرشان ما بي أو شقيقيتن يا خوي بور يغري چندان شقيقه بن گشتي ور دغري عربي بس بسويها قهويان افرد بن تقسيم دغري ولا نير يعني لقلبي دي زكري مثل حظي بن سيل. ودليل هذا تعصيب حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان فانه سئل فسالك لا عن بنتين وبنت ابنين واختين وتيان مثلا كابرا بمريك شيكو كشيكي كري ببي لقل خشكيكا شون معلي البابا شكي فقال لا أقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيش فلوني كذا قزاوتي تيا أكم لو مسألة بو قزاوتي كبي غمبر كردي دوج خاسبي. بوب مسك شكني ودا أنيم بوب بنتي ابنك أيش يك ششم دا أنيم. بس مسألة كلا ششة. يك بوك شيء خركا سيج بو شكي خوي أما شواري روي دواني ماتوا. وللأختي ما بقي أو دوسه مشادين بخشكك. يعني عصبي مع الغير أيتر. قال الرحبي والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. خوش قال أجر بنات حاصل بون بو مردوكا فهن أو خوش كان معهن لقلك شانا معصب كانوا تعصب. ما وصل فرمود أجر بيا نقبل الذكر مش حاضر مش بذكر أصلا إمكاني هي أجر بيا وببيوان بن عصبة باء وقت عصبي مع الغير عصبي مع الغير نابن عصبي بالغير نابن فبراكي إخوان دبن عصبة ولا أقل قصوا لما لا عصبي مع الغير به يعني بيابي أن لقلني أختك اللي بتسيما مصاقر براي لقلبي مثلا هاري بدي بتعصب ولا عصبي بالغير أوكات ولي كتكي يكدوم دبا أوي لقل براكي لقل براكي اللي ذكر مصر عزيز أوي كماتو باش يكن حالاتي قبل ميراثة باوك سي حالتي بودة تفيعشة ولا ميراثة واختي واهي مردوكي باشا هيتش كاسي منالينية فرعينية باشا مثلا كوريكي مردوها كوريكا نا كشي هي ونا كوري هي نا أولادي كوريشي هي واهي لو كاتب تعصيب إرثوا باوكك واختي واهي مردوكي مثلا كوريكي مردو كوريكي كوريكي هي أورا باوكك فقد بفرض إرثوا يعني يكشر شمع بابا إرث حالبي أمر الرئيك بابا مثلا مردوكا يعني كراكا كمردوكا كريني كشيكي هي مثلا يا دوك جيارتا إساء واني يكششمي هي بفرض أقر شتيكي جمعه بتعصيب وشاوه هم بفرض وهم بتعصيب حالوي بويا أري حالات الأب في الميراث ذكرنا الأب في الميراث بين ذكرنا الأب في الميراث بين أصحاب الفروضي باوك ما نذكر كل ميراث بردنا لنا أصحاب الفروضة ذكر ما نكر كما ذكرناه أيضا بين العصبات هل وقت ذكر ما كله بين عصبات جدا
لذلك كان له حالات في الميراث. هل لبر أويك لبو باوك حالات يجي لميراث نذكرها فيما يلي. الحالة الأولى الإرث بالفرض وحده، أو كزمانك إرث بفرضه، وهذا إذا كان للميت فرع وارث من الذكور، يعني رينيك ابنك بيا ابن ابنك بيا كابرا مردوها كريك هي لقلب باوك يا برا باوك كيك ششم أبا بس مثلا كلا ششة أو يك أبا يك ششم بن ششم شيء مو كرك يا كري كرك فرقنا. أما الحالة الثانية الإرث بالتعصيب وحده، يعني إرث هرب إرث ببها هرب تعصيب ببها نابة فرض، أو وذلك إذا لم يكن الميت فرع وارث أبدا، أو زمانك كوا مردوك فرع وارث هرنا بين نير ونمي ذكرا كان أو ساحشي نمي كابنين أو بنتين أو ابني ابني أو بنتي ابني. جاء مجارة لو كاتا هرب تعصيب إرثبها مثلا كابرايا مردوها كريكي مردوها باشا كسي مردوها باوكي ما ويتر إيسا باوكي ما ممكن برايا هبه دايكي هبه دايكي لو كاتا أقا برا كاني زور نبن ما فوقي واحد نبن برا دايكك يكسوم أبا أقبرا كانش ما فوقي واحد من دايكك يكششم أبا وبقي كيبو باوكك بتعصيب أريد أو يكشش أقل من علي نبي يكشوارن دوا من علي شبي يكشت ميت ذن أو وقتك أول فرضك إخوان دبن اللي بابك فرضنا بعد وقتها فرعيني ومن بلوكا أقل فرعي نبي نا فرضنا بعد أويك للذكر مثل حزيل سيني جني ألبتبو دايكا كي أجر مسهر جني لقلبي جني مدوكي لقلبي يعني داي لقل جنكي خوي يعني داي كوباوكو جنكا بن لإرسا يا داي كوباوكو ميردكا بن لإرسا لو كاتدا سلسي باقية دين بدايكاكا ودو مسألة غراوين كباس معك أجر مثلا لو أجنبون دايكاكا هر حائزي يكششن بو بمعنى مردوكا خشكو برايبو أوانا أو بعص بتعصيب إرسا باعو أمجر أري ودليل حالة الأولى كوتمان بفرض إرثبا ولي أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أما آيته بوبا وكداكي مردوك بو هل يكيق لو دوانا يكششم هيا لو يوا مردوك بجيهشتو أقر ولدي ببه. ودليل حالة دوام قولي خواه عز وجل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث. أجر هاتو مردوكا منالي نبو وأمجر باوكو دايكي شي إرسيان لي أبر أو دايكاكا يكسوامي هي كعلي دايكاكا يكسوامي يعني باوكاكا عصب هي أي ولي أبيه الباقي من زوية بو باوكاكا باقي أجر يكسر ساكا يكسوامكا دايكاكا بردي دو سوامكا كباقيكا يبو أباوكاكا. لي أن القرآن لما سكت عن نصيب الأبي شو القرآن لكاتكا كبيدن مول لنصيب باوك تبين أنه يأخذ ما بقي بعد نصيب الأمي در كوتوكا أو باوكا ورد قري أويك لدواي نصيب أمكا منت وذلك أوجب التعصيب تعصيب هيبا. الحالة الثالثة الجمع بين الفرض والتعصيب، جمع بين الفرض والتعصيب يعني هم بفرض إرسبا هم بتعصيب، وذلك إذا كان معه من ولد الميت أنثى وارثة. الله يوجوهيك زمانك لقل يا بي لو ولدي ميتك أنثاك وارثي لقلبي مثلا مردوكك شكي هيا جاء مجرى على أي وقتك أو حالتي فرض وتعصيبة أقل لقلبه وككاء لفرع مردوك لولدي مردوك أنسايك ببي أنسايك إرزبر وكما سكشي مردوك ياكشي كري باشا جائسة أو كشايا أو كشي كري واحدة كانت يقبي أو أكثر يا زيادة به فإنه لو كاتابا وككاء يأخذ السدسة يكششم ولا قريب الفرض أولا لا أولا ثم يأخذ الباقية بالتعصيب يكشتيه بمينيته أخو وقت يأشده مينيته وقت يأنا مينيته بس هاي سمر دويك دوكشي ببي لقل جنيكا باشا داي دوكشو جنيك هناك أوان جنكا يكشتم يكشتم يكشتكانش دو سوام يعنك معمولا مثلا كانت هنا بشوار هشتو داي دوكشكا شانزابا باشا لولا مثلا باوكي شي هيا باوكي يكشوارمي يكششم يكوي دي امر جنكش سي ابا جن يكشتمي بشوار بيت السي بنج يمينيتو او باوكا هرب فرض شواري بردو يكششم يكسه مش كما تو اضافه او سهم ابا اروارسي ترنوي
اگر مثلا هلو مرجوار ريك وارثي كي تربي وق او مثلا بلين ننكي كي ابا تن نقناق يكشن بي وزيات الابا اشياء وقت عولي كي مساله كو نعمه الشاهديه يعني هو مثلا كوار ريك هي شي بونه مينيتو وكو اويك مثلا بلين باوكا كا سباوكا فقال لك قلك شكان بي عيسى باو كيك ششمه با مثلا كشكاني دوسو مبن مثلا كلا ششه شوار بو اوانه يك ششم ابا با يك يك سهم با با يك ششم حاليبي ديله فنا يك ششمه كاهينه كي جبا شي بيال يك دان ما وتو مثلا ابيت دو ششم سهمك اما اجا مثلا يدوك شكه بي لقال يا اخي اوتر او جنك الى قلابو باشا لوي توزك الى يك ششم اضافه تربو يك ششمه كي شوار بو شوار دي يك ششم ويك سهمي تريش يك بيسو شوار مشي أبر وإلي را مثلا اگر حتى عقل لوابي كيف بيسو شوار حشتا با يك سوامي بردوه تر ها امام الصالة دبي حتمين من دالي مريدو تبل ولي اقل ليوا بفرز لو مثالا اقل لو مثالا داي كوباو كدوك شاكا بن او كاتا شوانا بن دوك شاكا دو سواما بن داي كوباو كي يك ششميان بودانا جاري كاربا تعصيبو نوي مسالك لا شاشا باو كي يك ششمي بري داي كي يك ششمي بري وكي سهمي كيان برد چوار سهمي ميني تو بو دوك شاكا شون چوار سهم دو سواما اها باو كي چي بونا ماو بتعصيب دازانا واتاني حربي انا وصار درام كتاكي كراسي لك درامي يعني دانا ميو نوي فقد لا من دالي مردوكي يا مسالك اكي هرشني هبيا لا مثلاً أقول هرجنيها بيا نعم بفر يصير مثلاً حق زي فرزك أدريها هالشيء ما هو أما إباحة بفرز إزناها بو أويك بفرز بفرز وبتعصيبها كان إزبري خلا سمر دوا كلا سيح حالة بدرنية يا كريها يا كشيها يا هيش يعني نية أو سيح حالة نريك هردوك يعني ببهر يكششم هربا عالبي هردوك يعني شيء ببهر يكششم أبا تو تعني بكي بشوار حالته مردوكا يا كري هيا يا كشي هيا يا هركاني هيا يا هيشانينيه جاءوا وهيشانينيه بيخ اولو اگر هيشانينه بتعصيب ارسوا اگر كشيبو بفرض بتعصيب ارسوا اگر هر كريبو يا كرو كش هركاني بو او بفرض ارسوا طالب وذلك إذا كان معه من ولد ميت أنثى وارثة كبنت الميت أو بنت ابنه واحدة كان أو أكثر فإنه كات أو باوك يأخذ سدس بالفرض أولا ثم يأخذ الباقي بالتعصيب كيف إرسبا إن بقي بعد الفروض شيء أقد دعي فرضا كان شتيه بمينيته هوا يهديكم الله. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكري يعني فرضك يا خوي من بيدها بلام لقل أو شاشتي ماتو دي أو ماتو إنو والأب في مسألتنا أقرب رجل ذكري أو لو مسألة يا مداب باوك لو مسألة أقرب رجل أقرب نير أخوة لاس حيث يأخذ السدس أولا بالفرض سوسكي بفرض ورقرتوها وتأخذ الأنثى من ولد الميت أو نصيبها يعني أو أنثى كولد مردوك نصيبه خوي ورقريه أمره ويأخذ الأب ثانية الباقية بالتعصيب بباري دوام أبكى باقيك بالتعصيب وردقريه حارب أمره لرى ديت أصل حالاتي جد لميراسة أو شوانا الله ذكرنا أيضا الجد بين أصحاب الفرول ذيك ما كله بين أصحاب الفرول كما ذكرناه مع العصباتي وكل قال عصبات شهر ذكر مانك لذلك كان له نفس حالات الأبي أو سي حالتك أبو أبو أم شهيتي عربي فهو يرث بالفرض وحده كما يرث بالتعصيب وحده ويجمع بين الفرض والتعصيب كالأبي تماما لكنه يخالف الأب في بعض الحالات برام لبعض حالتك في شواني أب مثلا الحالات التي يخالف فيها الجد الأب يعني أو حالتانيك جد في شواني أب عمل أكا مخالف يختلف الجد عن الأبي في الميراث في الحالات الثلاث التالية يعني ألمس حالتك إخوانين جد لقل أفرقية وهي ما إذا كان مع الجد أخوة للميت
اما حواتي كم يعني ويا كلا قال جد كلا خشكو برايا كيشبو مردو كبب اسا اشقاء اولي ابي ذكورا ام اناثا فرغناك نير بنيامين فان الاب يحجبهم جميعا يعني اجر اب لقال خشكو برايا كوبيتو حجب يانكا ولا جدشي اما الجدو اما جد حجب يانكا اي شي فانه جدك يشاركهم في الميراث لقال اوانا ارثبا شريك بين الميراث لقال على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ما فرقت. الثانية في المسألتين العمريتين على دو مسألة عمرية داوت ما نقر جنوب ياو يك بلى بدايكو باكو أحد الزوجين يكان كوبيته وسلسي باخي أدين بدايكا كا أقرب إسا وايداني جدو دايكو أحد الزوجين كوب بنو بياكو دايكا كا هر يكسوه مخوي كم ناكا يعني أقل جاي باوكا كجد بيه أو دايكا كي يكسوامي باقينا أبا حد يكسوامي كامل أبا على في المسألتين العمريتين فإنه لو كان مكان الأبي جد أقل جاي أبا كجد بيه فإن الأمة تأخذ ثلث المال كاملا أو دايكا كي ثلث مالك بكاملي والأقري لا ثلث الباقي ناك ثلث باقي كما تأخذ مع الأبي أركو شون مثلا وكوا دايكا كي لقال باوكا كاسول في باقي وانا قل وانا ميني سيهم وهي أن الأب يحجب أم نفسه باوك دايك خوي حجبك والجد لا يحجبها وما صاوي يقول لي شبيل أنا كم أول معاكي قولي أريري الرأس أو نابي لي وابي بالف عايسة مثلا باوك حجب دايك خويك عايسة مثلا كاسي مردوها بالي باوكي ماو دايك باوكي شي ماو دي مادام باوكا كما دي دايك باوكا كيرزناوا ولي اگر مثلا جد ديك لجي باوكا كبي حجبي او دايكي باوكي مردوناكا كمعمولا دايكي باوكي مردو شني جدك اوكات حجبيناكا حالبي فلو كان للميت اب وجدة اگر مردوكا باوكي كونن كيكي بي كهي ام الابي كنن كدايكي باوك بي فان هذه الجدة محجوبة من الميراث بالابي أو ننك حجب دكري لميراز بباوك ولي ولا يحجبها الجد أقر جد لي مسألة لجيباوك كبير حجبناك لأنها لم تدلي به إلى الميت شك أو دايكا بجدك نقيو بمردوك بباوكي مردوك في قيو نعم هو الأب هو كالأبي بلي باوك ورجوك باوك وايا في أنه يحجب أم نفسه أو دايك هو حجبك يعني مثلا أقر أم مردوك إسا مردوك باو قوريكي هي باوك باوكي شدايكي ماوا باشا مادام كباوكي باوكا كهيا دايكي باوكي مردوك إرزناوا دايكي باو قوريكي لأنها تدلي به شوك دايكي جدكش بجدك غاب مردوك كما أدلت أم الأبي بالأبي وكوشون مثلا دايكي باوك بباوكا كأغاب مردوك والله أعلم خداش لهمو كزاناتر موفق كذو خويلين هزاني.